وحالة الفرحة في القلعة البيضاء تتواصل، واستقبال تاريخي للزمالك في مطار القاهرة، استقبال تاريخي للزمالك في مطار القاهرة، حشود من الجماهير وحشود من محبي نادي الزمالك اكتظ بهم مطار القاهرة الدولي منذ ساعات، واستقبلوا أبطال السوبر، أبطال السوبر الإفريقي وأبطال السوبر المصري. تحية للزمالك، الزمالك البطل، الزمالك الذي يستحق ان احنا نقول له مليون مبروك. وتتواصل الفرحة مع الزملكاوية لليوم الثاني على التوالي. النهاردة مطار القاهرة الدولي كان فيه عدد كبير جدا 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 من الجماهير نادي الزمالك، احتشد بيهم مطار القاهرة واستقبلوا اللاعبين استقبال أسطوري واستقبال تاريخي. خلينا بس نرصد هذا الاستقبال ونقول لجماهير الزمالك من حقكم تفرحوا، واحنا فرحانين معاكم. الزمالك البطل الحقيقي. اي حد يقول لك انت فزت بضربات الجزاء، انت فزت بالعافية، انت ما لعبتش كويس، التاريخ لا يعرف الاداء، وانما سيذكر التاريخ ان يوم 20/2/2020 فاز الزمالك على الاهلي بكأس السوبر، وحصد كأس السوبر عن جدارة واستحقاق في ملعب محمد بن زايد بدولة الامارات وبالتحديد في العاصمة ابو ظبي. فمليون مبروك للزمالك، وان شاء الله باذن الله تكون ايام الزملكاوية والاهلاوية وكل الناس كلها افراح. ما نقدرش نقلل ابدا من نادي الزمالك ولا من فوزه التاريخي، لان الزمالك زي ما قلنا بالامس احترم نفسه، وكارديرون عرف يتعامل ازاي مع المباراة، وزي ما قال الكابتن سامي الشيشيني احنا كنا عارفين قدرات لاعبينا وكنا نسعى للوصول الى ضربات الجزاء وحققنا ما نصبوا اليه، ووصلنا الى ضربات الجزاء وفزنا عن جدارة واستحقاق، وده حقهم. ولازم نقول لجماهير الزمالك مبروك، ولازم يكون عندنا ثقافة ان احنا نفرح للفايز ونقول للمهزوم هارد لك. مش بقول كده علشان خاطر ان احنا يعني حد يزعل من حد ولا حد يتضايق، لازم نتعود على ده. اتفرجوا على الملاعب في اوروبا، اتفرجوا في العالم كله الناس بتتعامل ازاي، الناس بتتكلم ازاي. الزمالك بطل السوبر عن جدارة واستحقاق للمرة الرابعة في تاريخه. جماهير الزمالك من حقها تفرح. فرحة امبارح في ابو ظبي، نجوم المباراة كانوا جماهير الزمالك، حتى لما طلعوا الشوارع كانوا بمنتهى الادب ومنتهى الاخلاق. شفتهم في ابو ظبي وسجلت معاهم، ودي حقيقة. وللمرة المليون بقولها، جمهور الزمالك هو صاحب الفضل الأول بعد ربنا سبحانه وتعالى في الفوز بالسوبر الإفريقي وفي الفوز بالسوبر المصري. في الوقت اللي كان الزمالك بيتراجع فيه في المباراة، كان الجمهور زي النار وقوده بيحركه في الملعب وبيخليه يعود إلى اليقظة من جديد. جمهور الزمالك فرح بالأمس في استاد محمد بن زايد في مدينة أبو ظبي، والنهاردة بيواصل الفرحة في استاد القاهرة الدولي، واستقبال أسطوري للاعبي الزمالك في استاد القاهرة الدولي. تعالوا نرصد معكم هذه الفرحة ونتكلم عن هذه الفرحة. طبعاً هنتكلم عن حاجات كتير، ولكن خلينا نتكلم الأول عن فرحة الزملكاوية والاستقبال التاريخي لنادي الزمالك في مطار القاهرة الدولي.